نيرو أند ريسينج. أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الثامن للخيل المهجنة الأصيلة في هذه الأمسية على الأراضي العشبية في الريان بارك، انطلاقة موفقة كما نشاهدها الآن. دخول الجهات كلها تقريبا في موقف وموقع واحد من هذه الانطلاقة. سيو باي مي على المركز الأول، كما نشاهد السيد حسن عبد الملك يلحق به ثانيا. إن المركز الثاني هنا زمهرير على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث يتقدم فانديغر. إن فانديغر على المركز الثالث، بينما رابعا أولد جلوري. إن أولد جلوري سلالة فرانكل ألكسندر ريزينكوف على رابع المراكز بهذه الآونة. شقب ريسينج بانطلاقة تمريخ من الفارس سايد هناك على المركز الخامس بقيادة البوغنيم فالح. نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، كما نشاهد سيو باي مي على المركز الأول، سلالة سيوني الذي ينطلق في هذه الآونة. الجري هورس في المركز الأول، بينما المركز الثاني آخر الجياد المسجلة في الجدول زمهرير أولمبيك جلوري. السلالة الجميلة والرائعة لأولمبيك جلوري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الأبيض والنجوم العنابية أولد جلوري سلالة فرانكل وألكسندر زينكوف على المركز الثالث، بينما التقدم الآن للجهاد رقم ثمانية سام لانغفورد. سام لانغفورد على المركز الرابع. نعود إلى الصدارة والمركز الأول، حسن عبد الملك سيو باي مي، رايان كاراتولو على المركز الأول، محمد بن حمد بن خليفة العطية من النير سايد يحاول الانطلاق مع فان ديغر. المنافسات قائمة، حسن عبد الملك بفارق طول واحد عن باقي الجهاد. شعيل الكواري زمهرير على المركز الثاني، حسن عبد الملك، دابي مونتن، أحمد بيشي، اليلو جوكي وندريس. حسن عبد الملك برافو، برافو على السباق، جميل جدا للخيل. The official result on the screen. المركز الأول الجواد رقم 9 سيو باي مي ورايان كوراتولو. المركز الثاني من نصيب الجواد سام لانغفورد وجون بيير غامبر. والمركز الثالث ذهب لصالح الجواد رقم 11. جواد رقم 11 أيها المتابعون الكرام زمهرير لشعيل بن خليفة وتيو باشولو. والمركز الرابع لصالح الجواد رقم 4 مرخور لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني ولوكا مانتيزي. وخامس المراكز من نصيب الجواد مريخ لشق بريسينج وفالح البغني. مبروك. المهجنة الأصيلة الخيال الفائز بهذا الشوط بالشعار الأصفر ريان ولدان. ألف مبروك للخيال المتألق في هذا الشوط وهذه الأجواء الباردة. المدرب ديبي ماونتن ألف مبروك الفوز. مدرب المهر الأزرق سيو باي مي. ويتفضل السيد المالك المهندس حسن علي العبد الملك. ألف مبروك الفوز، شوط كلاسيكي للخيل المهجنة الأصيلة. وأيضا هذه الصورة التذكارية والمميزة للفائزين بشوط كلاسيك للخيل المهجنة الأصيلة، وصورة للخيل والخيال الفائز سيو باي مي والخيال ريان. ألف مبروك الفوز مشاهدين الكرام. ننتقل وإياكم في أمس